رئيس الوزراء الجمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري ومالين تشيل اهدي من مقالة كسماية حارونتا كوميل جاركا تشبلان ايا وحو كورمير كوسم يي قار كميدا حرومها وزارة ده اي دولد قبلات كتشبلان يساقونا وربحنا كقردق يستي وزيرك وزارة ده ارمها قده اي دولد قبلات كتشبلان مدن محمد ورسامي فارح درويش يسيدوك لأ وزيرك وزارة ده مالية ده اي دولد قبلات كتشبلان عبدالشيد جير قلن لأ مافر قولد مدن رئيس الوزارة ما شانا ذا كيسان وزارة ده ارمها قده اي دولد فدرال اي دولد كتشبلان مركي اللي يقلي لي لغب العابي وزارة دوور ريسي وانو اسكا فرق بصو هي وحي الدولة دو انو عاود دي ماشا انو حرق حوتي يضاع انو قبلوني باحي انو قبلوني وخد السني وحي كاكوان تاهي كنبام كان حتى عام طنيدو و لح حفيز وزيركا وزيركو حقينك هي حقين موضو هي اسمها اسو انو تشدونو استافكي شغالها وزارة أرمها جودها أما هي أد أقصى لا يصنعه أما دولة تبلان أقصى لا يصنعه هي أقاسمه جود أي فديا هو واحد ترى دور كونسلتنتي أيوبنا في سفر كله أيوبنا فديا بس كيسي حبس كيسي كيسي وزارة دو إن مدة وأقصى كان الشغالة كوفان لواتن يلو ظروفها أي نلقى الشيء إنه أنت أكبدين كذي شغالها لباطن كاو وعيسوق الآن سديد الشغالة وعنو كباحنا عفرت شغالها تشوف تدعى وزارة دولارة وشان أنت كلا وشغالة كونسلتنت هي هيدا وحا وزارة دارمها قدها ست توسة حد ورشة غيية شبه هوسة يجده معمله ذي دمويين كا يتولوين كا هما بيله هواوين وقارك دمويهم وبكتا وبكمان معمله ذي وديه بس توسا أنا هالك وحن جسنا بير أفهم لو فاني كا دلك ودلنا وحن رموت كا هين اسمها نقولي برسما دا صدرنا لين تا ماري تدرك وحن كانوا في فرعون كا عادني كرمير كان يومان تكوسا مير هذا الوزارة الجمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري قار كمدا حرمها وزارة ده اي دولد قبلات كتشبلان ايا وحو كوسو بيغميا حلي وحرقف سياسة ده اي كدح جرتي مدحنا دولد فدرالك الصومالية يكوى دولد قبلية ده دالكا وحا حسيد مدن اين ليس وافجيو شقوين كودن كسعودة اي باهيها اتك هذا الشيء وحنا ذو فرح سنة هدا إن لأن هاي النظام الصب والوش قايو وزير هذا كان إلى الصعدة حيابها عن ربي وزير دي وزير حين كوزير ده إلى الصعدة أريمها كده ورجيستي وربحنت هذا ما دام مركا عن كل جن هل ده الوضع النهاي دولة النهاي سوماليا dad Soomaaliyeed u adeegno horta waa inaan si wax yar oo haysano loogu bixiyo sida ugu qaboon ugu hufan dadkana loo gaarsiiyo waa inaan leenahay qorshe shaqo oo u adeegaya dadkooda marka waxaan hadii la yiraahdo ku talinayaa in horta halbeegyada dawladda sida kuwan hadda aad u soo bandhigtay qayb ugu ahaato shaqada aan hayno si wasaaradda arrimaha gudaha iyo arrimaha qaxootiga oo waxaan sanaysaa arrimaha waaran oo waxaan sanaysaa shaqooyinka wasaaradaha kale ku wax dhisan ee arrimaha jidadka iyo arrimaha kale oo uu yihiin ahmiyad waxa markaa rabnaa hadii la ilaado safarkan markuu naga soo dhamaado maadaama dawladdu ay leedahay nidaam ay ku shaqeyso aanna bilaawnay dawlad goboleedo dhan inaan u dirno wasiirro iyo howlwadeerno in xafiis kareysu wasaaraha iyo wasiirada ila socda iyo idinku aad sukeentaan waxaan hadii ila yiraahdo si marka aan laabano aan ula laabano shaqooyin aan qaban karno aan isku ognahay maxamed geela xasan wararka telefishinka caalamiga star magaalada kismaayo